حياكم الله أحبتي المشاهدين. يصنف العراق ضمن البلدان الأكثر هدراً بالطعام، حيث يحتل المركز الأول عربياً والسادس عالمياً بكمية الهدر، في حين تتصاعد نسب الفقر في العراق سنة بعد سنة، يعني نوعاً ما الموضوع بتناقضات. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش موضوع الهدر وأيضاً ما هي الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وليش لا ما يكون هناك قانون ينظم عملية التعامل مع الطعام حتى نحد من ظاهرة الهدر. إذن تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها، لكن قبل أن نأخذ بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. يصل إجمالي الهدر السنوي للمواطنين إلى نحو 5 ملايين طن، مما يجعل البلاد من بين الأكثر هدراً للطعام في العالم. ففي سلة المهملات تجد الكثير من الخضار والفاكهة والحبوب والأسماك واللحوم والبيض، وهدر الأغذية سبب رئيس من أسباب استنزاف الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الماء، لأن الزراعة هي أكبر نشاط بشري مستهلك للماء. وتختلف طرق الهدر من دولة إلى أخرى، ففي البلدان النامية يختلف الهدر خلال عمليتي الإنتاج والتخزين، أما في البلدان المتقدمة فغالبا ما يحدث الهدر خلال التوزيع والاستهلاك، حيث يعتبر هدر الأغذية مشكلة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمعالجة الهدر من خلال حملات التوعية لحث المستهلك لشراء كميات أقل واللجوء إلى إعادة التدوير، أي في تسميد الأغذية والتوزيع العادل للثروات والخيرات وضمان حد الكفاية وحصول جميع البشر على القدر الكافي من الطعام والشراب. لابد من سن التشريعات والقوانين التي تجرم هدر الأغذية وتلزم المطاعم بتقديم فائض الأغذية لديها للمؤسسات الخيرية. إذا أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير نتحدث بالموضوع بكل تفاصيله. طبعا هدر الطعام هو يعتبر جزء من سلوكيات المجتمع العراقي ويندرج تحت مسمى إكرام الضيف. بداية نتحدث على صعيد الأسرة. الأسرة إذا كانت تتكون من 4 نفرات، 2 نفر، 5 نفرات، نلاحظ أنه أم البيت تطبخ أكثر من اللازم باعتبار تحسبا لأي طار، أخاف يجي ضيف على وقت غداء، على وقت عشاء، أخاف ابنها يجيب صديقة وياه بدون علمها، يعني يطبخون كمية أكبر، وبالتالي هذه الكمية إذا ما أجى أحد إيش راح يصير بيها؟ تلقائيا سترمى بحاوية النفايات، وهذا الموضوع يعتبر هدر بالطعام، وأيضا يعتبر هو تبذير وإسراف بالطعام. نتحدث على موضوع انه اي رب اسره او ام البيت عندما تروح تتسوق مسواق عادي خضار، لاحظ انه هم ايضا يسوقون اكثر من اللازم، يعني الخضروات يعني كيلو وثلاثه وهيك شيء، يعني من جميع اصناف الخضروات، بالتالي هذا راح من يجي للبيت ويبقى فتره طويله، يعني اكيد راح يتلف، وبالتالي من يتلف وين يروح؟ ايضا لحاويه النفايات. في حين انه هذا الموضوع كل دول العالم انه ما نلاحظ انه هم يجيبون مسواق اكثر يعني بالكيلوات، نلاحظ انه هو ممكن كيلو كليون يشكلون من جميع الاصناف، بالتالي حيكون تازه ويكون هو فريش وموجوده بالمخضر باي مكان، يعني تقدر انه انت من تحتاج او يكون مسواقك يومي او هذه الامور، يكون هو يعني انه انت تحافظ على ميزانيتك وتحافظ ايضا على طعامك، ويكون هو صحي ويكون هو انه ما يتلف وما راح تهدر به، وهذه امور جدا محتاجها انه تفعل بالمجتمع العراقي، لان احنا محتاجين انه ثقافه التعامل مع هذه الكميات بالطعام سواء المسواق او سواء انه طبخ الطعام. اذا جينا تحدثنا عن نقطه جدا مهمه، هذا تحدثنا على صعيد الأسرة والعائلة المتكونة من عدد قليل من أفراد الأسرة. إذا تحدثنا عن المناسبات، عن سواء كانت مناسبات فرح أو حزن، بالتالي أكيد راح يكون هناك إقامة الولائم الجماعية لتستمر لأكثر من يوم، ونلاحظ أنه يطبخ الطعام بكميات كبيرة. هنا الموضوع حدث بلا حرج، نلاحظ أنه سواء كان فرح أو حزن انه يجيبون طباخ وراح يطبخون، مثلا اذا كان المعازيم عددهم مثلا نقول 100 راح يطبخون اكثر، يعني الكمية الطعام راح تكون بين 200 الى 300. يقول لك ليش؟ لا والله خلنا نطبخ زايد مو ناقص. ليش؟ يعني يقول لك يزيد ولا ينقص ونتفشل ويا الناس اللي جايه سواء تبارك او تاخذ من خاطرنا او هذه الامور.
نلاحظ انه الاسطوانه اللي تنصب بالشوارع او في المنازل بصوره مخيفه، وكميات الطعام الموجوده عليها بصوره جدا كبيره. سواء يعني هذه الاسطوانه عندما يجي الشخص يجي ياكل، هو راح تكون هي اكثر من شخص راح ياكل على هذه الصينيه، بالتالي ما راح يقدر انه يستفادون منها. وين راح تروح؟ تلقائيا راح تروح الى حاويه النفايات، وهذا هدر كبير بالطعام بصوره لا توصف، سواء هدر بالطعام وهدر بالاموال. يعني اكيد الطباخ من راح يجي راح يحتاج مواد لي حتى يطبخ هذا الطعام، وايضا راح يكون هناك اسراف كبير بكميه المسواق وايضا الطعام. اذا محتاجين انه احنا نتثقف على هذه النقطه، اللي جاي ياخذ من خاطرنا او اللي جاي يبارك لنا ما راح يقدر ياكل كميه كبيره، راح ياكل على قد الخاطر فقط، انه جزء بسيط. واحنا نشوف انه كميه الرز الموجود على الصواني حقيقه مخيفه، والجاي ايضا يعني خلينا نحكيها بالعاميه انه هو ما راح ياكل الرز، راح ياكل الهدف الموجود يعني على الصينيه فقط. اذا احنا محتاجين نقلل هذه الكميات، حتى لان هناك عوائل فقيره، هناك عوائل محتاجه. نلاحظ انه هذه الصور تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين الفقير يتحصر على هذه لقمه العيش وهذه الاكل الطيب، بالتالي هو راح يرمى ويكون بالحاويه. اذا السؤال هنا، عندما نطبخ بهذه الكميه وبهذه الاليه، هل هو يعتبر هو قلة وعي أم ماذا؟ يعني ما هي المعطيات اللي يفرزها مثل هكذا سلوك؟ وشو هي المعالجات؟ نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. طبعا هو هدر الطعام يعتبر هو قلة وعي، لأنه يعني إحنا نقضي ساعات جدا كثيرة بإعداد الطعام، تحضير سفرة فيها أنواع كثير من الأصناف ما لذة وطعم، بالتالي جزء من هذا الطعام يذهب إلى مكب النفايات، علما أن هناك كثير من الدول حقيقة تعاني من الفقر، هم أولى بها من طمرها بالنفايات. طبعا هو قلة وعي وتصرف غير أخلاقي، وتصرف هو حتى الشريعة الإسلامية والدين يعني حاسبنا حقيقة على هذا التبذير، يؤثر صحيا على تلوث المناخ والبيئة، ويسبب أعباء بيئية وسط دعوات للتخطيط والتدبير. توجد هناك الكثير من حقيقة يعني الاستراتيجيات والطرق اللي يعني تجعلنا ما نهدر حقيقة بشراء هذا الطعام والكميات الكثيرة. بالنسبة لأسباب هذا التصرف، يعني توجد حقيقة حجج واهية، وهي أنه عدم قبولهم بتناول طعام كان قد أعد سابقا أو مر عليه أيام في الثلاجة، أو أنه يعني أو أنه اشتروا كميات كبيرة جاوزت مدة الصلاحية، تؤدي إلى طريق واحد هو هدر الطعام والمال يعني في نفس الوقت. هذا طبعا يثير القلق في عالم فيه أزمات اقتصادية، فيه وباء، فيه حروب، نزاعات، جفاف، فقر. منظمة الأمم المتحدة بينت بإحصائية أنه هدر الطعام يعني نسبته 38%، حقيقة هي تعتبر مشكلة كبيرة ليس فقط للمستهلك، لكن ذلك يعني لا يعني حلها شخصيا، على الحكومات وعلى يعني المنظمات المعنية بهذا الأمر إنه هي تحل هذه المشكلة وتخلي حد لهذا هذه المشكلة. التبذير هو من الأمور هو اللي الغير مرغوبة، مو فقط يؤثر على يعني الأموال، لكنه حتى على تلوث البيئة. طمر هذه الأغذية تؤثر حتى على المياه الجوفية، وعلى يعني أنه تكون هناك بيئة صحية. من أهم النصائح اللي إحنا المفروض نقتدي بها أو نقوم بها هو أنه عدم شراء أطعمة كثيرة، حتى لو كان هناك عروض وتخفيضات. اليوم إذا اشترينا قطعة واحدة الثانية حتكون مجانية. يجب أنه إحنا يعني الصراحة ما نغر بهذا الشيء، لأنه أكيد رح يصبح نوع من التبذير ورح تاليها في مكب النفايات. من الأمور الضرورية هو إحنا يجب أن نعد قائمة بالأطعمة الضرورية، ونتناول أطعمة صالحة للأكل، تخطيط وتدبير على شراء الطعام الضروري، لا لتخزينه بكميات كبيرة الحين يعني فساد هذا الطعام.
توجد تأثيرات سلبية، انبعاثات غازية. ليش؟ لأنه كثير من الأطعمة تعتبر هي نفايات عضوية نسبة 50%، وهي يعني هذه الأطعمة اللي تعتبر نفايات عضوية هي تولد غاز الميثان اللي هو أكثر خطورة من غاز ثاني أكسيد الكربون. حقيقة هذه كارثة بيئية، إنه يرتفع غاز الميثان ويأثر على يعني هذه المجتمعات البشرية. يجب أن نوفر النقود وعدم التبضع يوميا، شراء الحبوب المجففة تقلل يعني من هذه، إنه شراء مثلا الأطعمة الطازجة، وبصراحة ما نقدر بعد إنه إحنا نحتفظ بيها بسبب سرعة تلفها. يجب انه احنا يعني ننصح انه مثلا عدم طبخ الكثير من الأطعمة في الحفلات والولائم والأعراس وهدر كثير من الطعام. هذه من المعطيات المهمة، انه احنا نحفظ يعني فائض الطعام بعلب مغلفة ونضعها في الثلاجة، نقرأ تعليمات حفظ الطعام، شراء وطهي الطعام على قدر الحاجة، استخدام بقية الطعام في وصفات جديدة، عدم ترك الطعام المطبوخ أكثر من ساعتين بحرارة الغرفة. هذه الأمور يجب على يعني سيدة المنزل أنه هي حقيقة تكون واعية من هذه الناحية، لأنه هذا راح يأثر على صحتنا، راح يأثر على مثلا على يعني هدر المال. فيجب يجب أن يكون عندنا وعي بهذا الأمر. من الناحية النفسية، احتمال يعني العجز والفقر اللي مر ب يعني هؤلاء الأشخاص يدعوهم إلى حالة من التبذير انتقاما من الفقر. هاي من الناحية النفسية، احنا تحدثنا من الناحية البيئية ومن ناحية مثلا يعني التأثير على يعني على الأموال. هنا نتحدث من ناحية نفسية، حقيقة انه الشخص اللي عاش حياة فقر بعد ذلك انه ارتفاع المستوى المادي عنده يبدي ينتقم من حالة الفقر اللي كان يعيش فيها، فيبدي يهدر بالأموال وبالطعام. فأتمنى انه يعني كل شخص انه يعرف شلون مثلا يعني يستخدم هذه النعمة اللي رب العالمين رزقنا بها. ودائما نتذكر انه توجد كثير من الدول حقيقة يعني محرومة من هذه النعمة. إن هدر الطعام طبعاً ما يقتصر على الأضرار المادية فقط، إنما إلى أضرار بيئية جداً وخيمة، وبالتالي هذه الأضرار راح تأثر علينا. راح تقولون شلون؟ هذه البقايا الطعام بعد ما تلمى في النفايات، اولا هو يكون هو سلوك غير حضاري، تشوه، يسبب تشوه بصري، يؤدي الى خروج روائح كريهة، وبالتالي يتحول الى مواد سامة وهي غير صالحة. طبعا موضوع كميات الطعام المهدرة وعد ما تلمى بالنفاس، سواء مثل ما ذكرت يعني خضروات او طعام مطبوخ او حتى بالطعام اللي يعني يؤخذ وجبات سريعه وغيرها، واصحاب الاكشاك الموجوده في الشوارع ايضا لاحظ هناك انه عند ما ياخذ الشخص اكثر من حاجته، بالتالي عند ما يشبع راح يرميها باقرب حاويه نفايات، او نلاحظها على الارصفه او بالشوارع، وهذه التفاصيل تروح تحديدا في المناسبات والزيارات وغيرها. نلاحظ انه هناك كميه طعام تؤخذ وبصورة كبيرة، وحتى وإن كان هو شبعان يأخذ هذا البعض، يأخذ أكثر من اللازم، يحب الاستطلاع أو يريد بس يتذوق هذه الأكلة الموجودة أو لدي توزع، بالتالي وين بعدين تروح؟ تروح يعني للنفايات. وهذا جدا موضوع صعب، يحتاج إنه إحنا نفعل قانون يتعامل مع هذا الموضوع، مع موضوع عدد تدوير النفايات. لأن إحنا تحدثنا في وقت سابق عن موضوع، وبحلقة من حلقات برنامج ليش لا، تقريبا صار أكثر من سنة تحدثنا بهذا الموضوع، لكن إلى الآن ماكو أي معالجة لموضوع عدد تدوير النفايات بطريقة صحية، بطريقة جديدة، بطريقة إنه هي تتناسب مع الوقت الحاضر. لأن إحنا محتاجين هذا الموضوع جدا يعني كبير. ليش؟ لأن بقايا الطعام هي تمثل أكثر من 40% من إجمالي النفايات في العراق، يعني في حين أنه كمية بقايا الطعام هي تقريبا 20,000 طن يوميا،
في أغلب وفي كل محافظات العراق. يعني هنا أكو كميات هدر وأكو كميات من النفايات من اللي هي تحتوي على بقايا الطعام بصورة كبيرة، في حين أنه يعني بنية تحتية البلديات ما تستوعب هذه كميات النفايات اللي تحتوي على سواء بقايا طعام أو نفايات عادية اللي تفرزها المنازل. بالتالي هذا الموضوع ما راح يقدر يستوعب البنى التحتية إنه، وراح تكون عملية التمر هي غير صحية. بالتالي راح شو يسوي هذا الموضوع؟ عندما إحنا نطمر بقايا الطعام والنفايات تحتوي على بقايا الطعام، راح أولاً يسبب لنا مثل ما ذكرنا رواح كرية، وبالتالي راح يسبب لنا إلى خروج غاز، يكون هذا الغاز هو غاز غير يعني صالح وسام، وراح يأثر أيضاً على التربة وعلى الأرض، وبالتالي أيضاً راح يأثر ويلوث الجو بصورة كبيرة، لأن راح تخرج مثل ما ذكرنا هذه الإفرازات وهذه الغازات والروائح الكريهة. إذن الموضوع بحاجة إلى أنه تكون الحكومة جادة بهذا الموضوع، وإن شاء الله مثل ما إلها هناك أمور كثيرة دا تعمل عليها وتكون هي لصالح المواطن ولصالح البلد. نتمنى أنه يتم معالجة هذا الموضوع بموضوع يخص النفايات، وإصدار قانون يتعامل مع الطعام وكميات الطعام حتى نقدر نسيطر على الموضوع ونحد من ظاهرة الهدر والإسراف. إذن أريد نتعرف إحنا وياكم على الأضرار البيئية أكثر، وشنو اللي سبب كميات هدر الطعام والنفايات اللي تحتوي على بقايا الطعام أكثر من أصحاب الاختصاص. نشوف الأضرار البيئية وراجعين. الهدر يعني هي رمي الطعام في المكبات، ورمي الطعام في المكبات الحقيقة إذا ما يصير بريسايكلينج وتحويل مواد عضوية تصير مكان ل خلينا نقول زيادة القوارض والحشرات والغازات أو اللي تتفاعل تتسرب خلينا نقول ببطء إلى المياه الجوفية. فهي الحقيقة على الأرض يعني على سطح الأرض هي تكون أكبر ملوث، لأن تصير مكان لنشاط الفيروسات والبكتيريا والحشرات والقوارض مثل ما قلنا، والهواء ينقل هذه إلى عندما يكب، لأن هي مواد عضوية تتفسخ بسرعة ويصير بها غاز الميثان، وهي يعني مثل ما يقولون أكو دراسات تساهم في تغيير المناخ. ولا يعني مثل ما ذكرنا إنه إنتاج الطعام هو يعني مو سهل، يعني هي دورة زراعية متكاملة، والطعام يعني دائما يكون متعدد، يعني من يحضر الطعام مو من مادة واحدة وإنما من مواد عدة، كلها هذه مواد زراعية، وهي المواد الزراعية الحقيقة تحتاج إلى الماء وتحتاج إلى أراضي زراعية، تحتاج إلى هدر جهود ومبالغ طائلة، يعني اختصار طاقة، هذه كلها في لحظة واحدة مثل ما ذكرنا أنه تروح، يعني هاي كلها راح تكون دورة متكاملة إلى أن يجي الشخص يشتري هذه المواد، وخلال ساعات تطبخ وتذاب في المكبات وينتهي الأمر. يعني الدورة الزراعية المتكاملة اللي يمر على أشهر أو سنة مرات على محصول، هذا تروح في 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 غضون ساعات. فهذه الحقيقة يعني يؤثر بشكل كبير على الموارد، لأن الموارد الزراعية مو سهلة، يعني هي موارد طبيعية وتستنزف، فهي خطيرة على البيئة، سواء بيئة الهواء تلوث، بيئة المياه وخاصة المياه الجوفية اللي هي غير مرئية، المياه السطحية أيضا، والتربة أيضا تتلوث، ويكون أراضي الزراعية تكون يعني خلينا نقول كثير، بدل ما تكون يعني هي غابات ومسطحات خضراء تصير مواد يعني زراعية للتجارة، وهذه تستهلك في فترة قصيرة. ولهذا إنتاج الطعام يعتمد بشكل كبير على المياه وهدر استنزاف المياه، وخاصة مثل ما ذكرنا بالعراق المياه أصبحت يعني نادرة أو بها ندرة، سواء من باب التلوث أو باب نقص المياه اللي تجينا من تركيا ومن إيران. فالحقيقة
بالمجمل أموال كبيرة تنفق على إنتاج الغذاء ونقله وخزنه وعرضه وبيعه واستهلاكه في فترة قصيرة، وتأثيره السلبي على كافة مكونات البيئة الحيوية البايودايفرسيتي اللي هي التنوع الإحيائي، لأن عندما الطعام يتفسخ بيئة الحيوانات اللي تأثر على الأسماك، تأثر على الحيوانات المهاجرة اللي تجي، لأن راح تتغذى على مواد سامة. فهي دورة السموم، خلينا نقول راح تصير عندنا دورة بالسموم في الطبيعة، وهذه الدورة ترجع للمياه، والمياه مرتبة هذه المياه تسقى بها مواد زراعية، وهذه المواد الزراعية أيضا تمر بنفس الدورة تؤكل وتذاب. يعني إحنا إذا ما ننهي هاي الدورة أو السلسلة اللي موجودة، سلسلة السموم، نشوف البشر يتأذى والبيئة هي متأذية أصلا. يعني إحنا بنروح بالسيارة من محافظة إلى محافظة، من مكان إلى مكان، ونشوف إنه المكب الموجود، نشوف إنه يعني الريحة تجي كيلومترات. ليش؟ خاصة إحنا العراق نعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، فالحقيقة يعني هي مصدر ملوث كبير للبيئة. إذا مشاهدينا الكرام، راح نتحدث بحلقتنا اليوم عن موضوعنا عن نقطة جدا مهمة، نتحدث عن المطاعم في العراق، شنو تختلف عن باقي دول العالم بما يخص هدر الطعام والإسراف بالطعام. طبعا المطعم العراقي يختلف اختلاف كبير، وماكو اي يعني شبه له بكل دول العالم، انه بكميه الطعام اللي يقدمها للزبائن. راح تقول لنا شلون المطاعم في العراق؟ نلاحظ هناك اكو منافسه فيما بينهم باي مطعم يقدم كميه اكبر وتكون سعرها مناسب، والعائله العراقيه ايضا تبحث عن المطاعم اللي تكون هي وجبتها تكون كبيره وتسوى المبلغ اللي مدفوع، حسب ما يقال اي شخص يقول لك والله انا دافع فلوس هاي وجبه قليله ما تناسب. بالتالي انه نلاحظ انه بدات المطاعم تقدم وجبات كبيره والطبق جدا باشياء كثيره من الطعام. هنا هذا يعتبر هدر، لان الشخص اكيد ما راح يقدر يخلص الطبق باكمله. راح تقولون شلون؟ في احدى المطاعم العراقيه كان اكو شخص، وهذا الشخص طلب طبق. هذا الطبق يحتوي على شنو؟ يحتوي على دجاج مقطع مع صلصة أكيد، ويحتوي على كمية رز مناسبة ومجموعة خضروات اللي تكون هي مشوية أو مسلوقة، يعني طبق مكون من جميع الأشياء اللي تحتاجها الوجبة. بالتالي هذا الشخص سوى أكل اللي دجاج فقط، القطع الدجاج، وبقى التمن، وأيضا بقى الخضروات. هنا الموضوع بعد ما انتهى ما اخذ مثلا الاكل ويا سفري، سوى خلاص انتهى من الموضوع، اجى العامل اللي ينظف الطاوله، سوى بالطبق باكمله، شاله ورماه بحاويه النفايات، على الرغم انه التمن يعني ابد ما يعني لعب بيه وما مد ايده عليه نهائيا، والخضروات ايضا، وطريقته جدا مرتبه، وحتى هو كان دا ياكل بطريقه جدا مثقفه ومرتبه، لكن للاسف انه انت تقدر انه تطلب هذا الطبق، او حاب نكهه الدجاج الموجوده بهذا الطبق تقدر تطلبها بدون رز، تقول له يابا انا اريد هذا الطبق لكن بدون رز وبدون الخضروات. حتى ليش؟ حتى نحافظ على هذا الطعام، لان بالتالي هذا هو هدر وهذا هو حرام وهذا تبذير، انه انت ترمي ويرمى بالنفايات بصوره كبيره. عندما نقارن هذا الموضوع مع اي دوله بدول العالم، نلاحظ انه كميات اللي يقدموها للزبائن جدا قليله وبمقاييس معينه وبمقياس يكون هو يناسب الشخص ويناسب يعني انه خلاص هذا يكفي فرد واحد من العائله. أنا ما أقدر إنه يزيد أكثر من حده، وبالتالي يرمى ويكون كميات هدر ونفايات وبقايا طعام بعد ما ينتهي المطعم والزبائن، وعند ما يكون ينظفونها تكون هناك بقايا طعام يعني حقيقة بصورة كبيرة وبصورة مزعجة أيضا، لأن هذا تبذير وهذا إسراف. النقطة الأهم إنه إحنا في العراق نوعا ما وبعض العوائل عندهم إنه غايبة ثقافة إنه أنا آخذ الطعام وياي،
إذا زاد عن الحاجة وأني اكتفيت وعائلتي اكتفت ليش ما أخذه سفري؟ يقول لك لا والله عيب، إيش تسوون؟ إحنا قاعدين بمطعم راقي، ما يصير نسوي هذا التصرف. ليش ما أنت دافع مبلغ هذا الطعام بكل تفاصيله؟ تقدر إنه أنت عند ما تنتهي تأخذه، عمله تأكله. تقدر شو تسوي عند ما ترجع للبيت؟ أي شخص تشوف محتاجين هواية موجودين بالشوارع، تقدر إنه أنت عند ما هو صاحب المطعم راح أكيد راح يغلفه بطريقة مناسبة، وبالتالي تقدر هذا الطبق وهذا السفاري راح تطيل أي شخص محتاج بالشارع، أحسن ما يرمى بحاوية النفايات ويكون بطريقة التبذير. محتاجين انه احنا نفعل هذه الثقافة، مو عيب اني اخذ الاكل وياي، مو عيب اذا هو زاد انا اقول له يابا لفه سفري واني اخذه وياي. العوائل البسيطة جدا تسوي هذا الشيء، لكن العوائل الطبقة المتوسطة والراقية لا، هذا مستحيل عندهم، وهذا عيب، وعيب انه هو يطلع من المطعم ويا يعني الاكل المتبقي. فمحتاجين نفعل هذه الثقافة، هذا جدا موضوع انه يكون الى صدى، وان شاء الله يوصل لكل عائلة، وانه هذا مو عيب. النقطة الثانية انه نقدر يقدرون اصحاب المطاعم، وجزء من المطاعم ده تعمل بطريقة انه هي تتعامل مع اصحاب المزارع حتى ياخذون بقايا الطعام، مثلا من الخبز، من الصمون، هذا الاشياء اللي يحتاجوها كعلف للحيوانات، ونقدر نفعل هذه المبادرة، وهذه المبادرة تكون هي مناسبة، وانت بالتالي ما راح تتلف عند ما يتلف عندك الصمون والخبز وغيرها من الامور اللي يحتاجوها كعلف للحيوانات، تقدر وحتى الخضروات وغيرها، تقدر انه انت تتعامل مع اصحاب المزارع يجون ياخذون الاشياء اللي يحتاجوها، وهذا بالتالي انه انت ما راح تهدر بالطعام. النقطه الثانيه نقدر انه احنا نستفاد من مخلفات الطعام بالتسميد، وهذه نقطه جدا مهمه. مخلفات الطعام اذا عملنا بنظام التسميد، هذا يكون هذه المخلفات هي غنيه جدا بالمغذيات اللي تحتاجها التربه والمزروعات، وبالتالي راح يكون سماد قيم. هذه لو فعلنا طريقة التسميد واستفادينا منها، وإن شاء الله تكون الحكومة يعني تسمعنا ويكون هذا الموضوع ببالها ويتفعل. والنقطة الأخرى يقدرون أصحاب المطاعم وأصحاب يعني الجمعيات، المجتمع المدني وغيرها، يقدرون إنه هم يتعاقدون مع أو يتعاملون مع هذه الجمعيات وهذه يعني المجتمع المدني وغيرها من الامور، انه يفعلون ظاهره انه هذه البقايا الطعام والاكل يزيد انه يغلف بطريقه معينه وياخذوا ويوزعوا للعوائل الفقيره ويستفادون منها العوائل الفقيره. فيا ريت انه يكون هناك مبادره. طبعا جزء من المطاعم يعني جزء قليل ده يعمل بهذه الطريقة، طريقة إنه التعامل مع أصحاب المزرعة والتعامل مع أصحاب جمعيات يأخذون الطعام ويسووا، لكن نريد هذه الظاهرة تتفعل بصورة كبيرة حتى على المطاعم الراقية والمطاعم اللي هي جدا إلها صداها الآن، وده نشوف ما شاء الله افتتاح مطاعم يوم بعد يوم، كل يوم نسمع عن افتتاح مطعم. يا ريت إنه يتم تفعيل هذه النقطة. فالسؤال هنا اللي نريد نطرحه، إحنا مجتمع إسلامي، مجتمع يحافظ على نعمة رب العالمين، بالتالي نريد نعرف شو يقول مجتمعنا عن الإسراف والتبذير في الطعام، وهو عيب إنه أنا أخذ الأكل وياي؟ لو لا، لو هذا هو حفاظ على النعمة. شوف الجواب، إحنا وياكم وراجعين. إن قضية هدر الطعام تنضوي تحت عنوان التبذير الذي ورد النهي عنه في القرآن الكريم بقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأن يجعل الله سبحانه وتعالى من يبذر أخو للشيطان، بما معنى أنه يمارس كل الأعمال العبثية والأعمال التي لا تهدي إلى الله ولا إلى طريق الحق أو طريق الصواب. لذلك نرى أن هدر الطعام أمر غير أخلاقي وغير شرعي وغير صحيح. لذلك من المفروض أن الإنسان يعد طعام يكفي للمجموعة المتواجدة أو يكفي لطعام العائلة، بحيث لا يكون هناك زيادة غير معتد بها تذهب إلى النفايات لا سمح الله. طبعا هناك مساحة بسيطة في النفايات قد ينتفع منها الحيوانات أجلكم الله، أو قد تذهب لتتحول إلى أشياء عضوية فيما بعد تستخدم لأغراض أخرى، لكن هذا أمر يكون بنسبة بسيطة. الأمر العقلائي نعم موجود، لكن نرى في بعض الأحيان للأسف الشديد يعني طبخ طعام كثير جدا، يعني مجموعة قليلة تطبخ طعام يسع لأضعافهم أو يكفي لأضعاف أضعافهم.
هذا يؤدي بالنتيجة إلى ضرب الاقتصاد، يعني يؤدي إلى نتائج اقتصادية غير جيدة أيضا على مستوى البلد أو مستوى الفرد والعائلة، وبنفس الوقت يؤدي بالنتيجة العامة إلى عدم تحقق الهدف اللي هو أن يكون الطعام كافيا لأفراد البلد أو المنطقة أو مصر. لذلك نوصي أنه الإنسان ينتبه، يقدر كثير من أموره ومنها الطعام، حتى لا يكون هناك شيء زائد عن الحاجة، خصوصا أننا نحب الأكل الطازج. خزن الطعام أيضا ربما نرى فيه أنه يخزن ثم يرمى بعد ذلك، يعني نفس المشكلة، وهو أمر لا يشجع عليه الشرع، وكما قلنا أنه يجعله أخو أعمال الشياطين، لأن هذا من التبذير الهدر. نعم في الطعام، لكنه بالنتيجة هو هدر بالمال، وهدر بالطاقة أيضا للإعداد، وهدر باستعمال الأمور الأخرى كالأمور اللي تساعد على الطبخ وكذا، يعني وحتى ولو كانت جزئيات فهي بالنتيجة تتجمع، يعني زيادة بالغاز وزيادة بالأواني وزيادة بالجهد وزيادة بالمصاريف، وبالنتيجة هو لا يذهب حيث يريده الإنسان، يعني إعداد الطعام والمفروض يؤكل، أي طعام يعد حتى وإن كان كثير ويؤكل لا بأس، المشكلة بأنه يعد ثم يرمى في النفايات بدون انتفاع، في حين هناك أناس في أماكن أخرى تتضور جوعا بحاجة إلى لقمة، كما نرى اليوم في بلدان كثيرة من بلدان العالم هي تعاني من المجاعة للأسف الشديد، يعني نقص في الطعام، ونرى في أماكن أخرى تبذير، وهو ما نهى عنه الشرع ومنعه وحرم أن يكون هناك تبذير أو هدر في الطعام. طبعا الجوع يهدد اكثر من 4 ملايين مواطن عراقي اللي هم تحت خط الفقر. يعني في بدايه الحلقه ذكرنا هناك هدر واسراف بالطعام، وهناك يقابلها ارتفاع نسبه الفقر بالعراق. فاكثر من 4 ملايين شخص هم تحت خط الفقر، يهددهم الجوع، وايضا كل عائله او كل شخص من هؤلاء الموجودين هو محتاج لكل حبه رستر ما بي النفايات، ومحتاج لكل خبز وصمونة اللي هي تيبس وتنتهي وتروح وتهدر وتروح للنفايات، محتاجين أي شيء سدر ومقهم. بالتالي عندما يشاهدون هكذا كميات وهكذا أمور يعني بدون وعي يتصرفوها العوائل وأصحاب المطاعم وغيرها، طبعا صاحب المطعم هو هذا عمل إنه هو يقدم اللي يحتاجه المواطن، لكن عتبنا على المواطنين اللي يكونون يعني محتاجين وعي أكثر، ومحتاجين إنه يفهمون الفكرة أكثر، لأن حقيقة هناك أشخاص وهناك تحديدا أطفال مشردين وأطفال كثيرين بالشوارع محتاجين، يقول لك أنا محتاج لفة، محتاج أكلة، محتاج شيء معين. مثل ما ذكرنا تقدر أنه أنت تطي وتتبرع به، تقدر الطعام تأخذه وغيرها من الأمور. أكو مبادرات جدا رائعة يقومون بها بكل محافظات العراق، اللي هي مبادرة أنه أي صاحب خضر أو يعني يبيع خضروات، نشوف انه مسوي مبادرة ويضع صندوق ويقول لك انه انت تبرع بحاجته، بحاجة من الحاجات اللي انت تشتريها. فاكو اشخاص عندما يتسوقون من كل حاجة يضع بالصندوق يعني شغلة شغلتين، وهذا الصندوق راح يملأ. بالتالي اي شخص فقير بدون ما يمد ايده وبدون ما يقول له يابا انا محتاج، بدون ما يقول الشخص اللي يتسوق ويزعجه ويقول له يابا انا محتاج او اشتري لي كذا حاجة، فيقدر انه هو ياخذ اللي يحتاجه من هذا الصندوق. بعض المبادرات الموجودة ايضا هي انه هناك برادات توضع في الشوارع، اشخاص يكون عندهم يزيد عندهم اكل يغلف بطريقة مرتبة ومناسبة ويوضع بهذا البراد، وايضا اي شخص جوعان او محتاج يقدر ياخذ من هذا البراد بطريقة مرتبة وتليق بالمواطن العراقي وتليق بالشخص المحتاج، حتى انه احنا ما نقلل من قيمته، ويقدر هو يحس بالفخر ياخذ اللي يحتاجه لبيته ولعائلته ولاطفاله. فهذه المبادرة موجودة، لكن محتاجين انه تفعل بصورة اكبر. ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر اللي هو ندعو كل المواطنين انه يسوقون الاشياء اللي يحتاجوها، المسواق مطاير والاسواق مطايره،
والأشخاص اللي هم يحتاجون مثلا طبخ أو كميات، هذه الكميات ممكن نحن نعرف الصيام ما يقدر إنه هو ياخذ ياكل أكثر من طاقته، فأيضا هذه محتاجين نطبخ على القد. هذه أمور يجب أن ندرسها ونفعلها، ومحتاجين أيضا مبادرات من الجهات الرسمية بالتوعية، سواء بوسائل الإعلام بمواقع التواصل، إنه إحنا نحث على عدم التبذير وعدم الإسراف بالمشتريات وبالأشياء اللي إنه إحنا نستخدمها. طبعا وزارة التخطيط أيضا عملت في 2023 على موضوع قانون هو ينظم عملية التعامل مع الطعام ويحد من ظاهرة ومكافحة هدر الطعام. إن شاء الله يتم تفعيل هذا القانون بصورة صحيحة، لأن جدا محتاجين في الوقت الحالي. وأيضا هذا الموضوع له تبعات مثل ما ذكرنا اجتماعية، بتبعات بيئية، أضرار بيئية واجتماعية، وأيضا بأضرار اقتصادية. بالتالي راح تقولون شنو الأضرار الاقتصادية، فتعالوا إحنا وياكم نتعرف على الأضرار الاقتصادية اللي سببها هدر الطعام والإسراف بالطعام من أصحاب الاختصاص، ونرجع. عملية ترشيد الاستهلاك من متطلبات أي اقتصاد ناجح، وترشيد الاستهلاك يأتي بالدرجة الأساس من قبل المستهلك، خصوصا في المواد الخاصة بالطعام. في حالة وجود هدر، هذا الهدر في الطعام بكون أنه اجتماعيا المجتمعات العربية وخصوصا العراقية المعروف عنها بكرم الضيافة، وهناك هدر كبير جدا في كميات الطعام، وهذا له تأثير من الناحية الاقتصادية كونه يعتبر هدر مالي واقتصادي. هناك الكثير من تلك المواد الغذائية خصوصا في شهر رمضان لا يتم الاستفادة منها بالشكل الصحيح، وهذا طبعا له انعكاس سلبي. حتى من الناحية الدينية والتشريعية هناك تأكيد على مبدأ الاكتفاء الذاتي، وعلى مبدأ الترشيد، وعلى مبدأ المحافظة على الموارد، وأيضا الشعور بالفقير. ولذلك هو جاء شهر رمضان مؤكدا أنه هناك التزام بالتعاليم الإسلامية القائمة على الترشيد. من الناحية الاقتصادية، أي هدر أو زيادة في كميات الطعام يعتبر هدر لموارد اقتصادية مهمة جدا، يمكن أن تشبع حاجات أخرى وأن تستغل بجانب آخر. وطبعا هذا يحتاج إلى تثقيف، يحتاج إلى توعية وتغيير العادات السائدة منذ القدم، أنه في العائلة يكون هناك استهلاك أكثر من الحاجة أو استخدام أكثر من الحاجة. هذا يعتبر بحد ذاته هدر للموارد الاقتصادية، وأيضا هو يثقل كاهل الأسرة، كون أنه العالم اليوم يشهد نقص في المواد الغذائية، وهناك غلاء معيشة في الأسعار حسب منظمة الفاو العالمية. فأي هدر سيكون له تأثير سلبي. ولاحظنا أنه الشعب العراقي عاش في مراحل الحصار الاقتصادي، وكيف كان هناك ترشيد ومحاولة أنه يكون هناك اكتفاء ذاتي قدر المستطاع. يجب أنه يكون هناك توعية وتثقيف من قبل المؤسسات الاجتماعية والدينية وأيضا الحكومية والتعليمية، تثقف نحو ترشيد استهلاك الطعام خصوصا في شهر رمضان. وطبعا هذا هو موروث اجتماعي نتيجة كون أنه الشعب العراقي معروف عنه أنه شعب كريم، لكن هذا ما يتعارض أنه يكون هناك ترشيد واستهلاك وفق الحاجة، وأي استهلاك خارج الحاجة سيكون له تأثير سلبي حسب قانون المنفعة الحدية، قانون اقتصادي يؤشر أنه يكون الإشباع على قدر الحاجة، وإذا زاد عن الحاجة سيكون هناك له تأثيرات سلبية متمثلة بالهدر وضياع الكثير من الموارد المهمة جداً.
إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة اللي توصلناها بنهاية الحلقة. أولاً، يجب تفعيل قانون نظم عملية التعامل مع الطعام حتى نحد مظاهرة الهدر. وثانياً، يجب نشر الوعي المجتمعي والثقافي بإطلاق برامج حقيقية يعني حتى نواكب السلبيات المتراكبة ونعالجها، وأيضاً يكون لها دور الحكومة والجهات الرسمية بهذا الموضوع. وثالثاً وأخيراً، لا ننسى أنه المؤسسات الدينية أيضاً لها دور كبير بهذا المجال، لأن التبذير هو صفة مذمومة، محتاجين تكون هناك توعية من جميع النواحي حتى يقدر المواطن العراقي يحد من هذه الظاهرة ونكون إيد واحدة حتى نقضي على ظاهرة هدر الطعام والإسراف بالطعام والتبذير بالطعام. إذن أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.